هنبدأ تجربتنا من مصر. ايه امي القرف اللي انت بتعمليه ده؟ في ايه يا ابني؟ وايه اللي فيه يا ابني؟ واحنا مش قلنا بدل المرة 10 بلاش الشغل ده؟ العمل عبادة، واي شغلانة شريفة تشرف صاحبها، يعني لازم كلنا نحترم اصحاب اي مهنة مهما كانت بسيطة، بس الاهم لازم الابناء يقدروا كعب وشقة ابهاتهم وامهاتهم. لو لقيت شاب مستعر من وظيفة امه وعمال يهين ويجرح فيها قدام الناس وبلا رحمة، هتتصرف ازاي؟ حاول ولا قوة الا بالله. طب اعمل ايه يا ابني؟ ما فيش الا الشغل ده. يا ست اتصرفي وانت مكسحة. ماشي يا حبيبي ماشي. ايه يا امي؟ ايوه حبيبي. في ايه؟ ايه اللي فيه؟ مش قلنا بلاش القرف ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو انت يا ابني كل يوم تيجي تعمل لي الموال ده؟ يا ستي كل يوم وكل عشر اللي عنده كلمه يعملها. في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلت لك قبل كده الشغل ده والقرف ده ما بحبوش يا ابني. ده اكل عيشي يا ستي، اكل عيش على عيني وعلى راسي، انما تتخذ خدامه لا. في ايه يا ابني؟ ايه اللي فيه يا ابني؟ معلش وانا مش قلت لك بدل المره 10 بلاش الشغل ده؟ ناس كتير كانت بتتابع بحسرة وبتحاول تمسك أعصابها من أول لحظة. يا عم والدتي ايه بس؟ صلى على النبي. يا ابني أنا مش والدتك. وانت عايزة حد زي أمه تشتغل كده؟ لا يا حبيبي. ايه يا ابني؟ ايه اللي فيه يا ستي؟ ما تسيبيش خانية بقى. كل يوم تعمل لي مشكلة. لا حول ولا قوة الا بالله. اطلع على الله. انت كلامك ده ليه؟ وايه اللي اكلمك اللي مش عارفة بتعمل ايه؟ مالها بتعمل ايه؟ ايه اللي بتعمل ايه؟ شايف بتوطي وبتمسح؟ ايوه بتشتغل شغلانه نظيفه. مالها في نظيفه؟ ايه ما تشتغل حاجه تاني؟ لا لا هي تشتغل كده. لا مش عاجبني الشغل. ولا انت مش عاجبك هي؟ اشتغل يا ابني انت. احترم نفسك. ايه ده بقى يا ابني؟ عيب يا ابني اللي انت بتعمله ده. عيب والله. دمك يا ابني مش واحده من الشارع. ايه صدمه واضحه في عيون الناس. تتعب عشان خاطره خدام بدل ما اشتغل انت يا عم. لا مش اشتغل. اشتغل ليه؟ خلاص يا عم ما تحكمش عليا اللي انت بتعمله ده. امي هي لحظات بسيطة سمعوا وفهموا وبصوا بعض وقاموا بلا تردد. ادي الزبالة نظفيها. ده شغلي. ليه كده؟ ليه يا ابني كده؟ ليه كده يا ابني؟ احنا مش هنسكت. في بتعمل ايه؟ انا اصحابي كلهم بيجوا هنا ويعيروني بيها. يرضيك يا ابني؟ يعيروك بايه يا ابني؟ ايه اللي يعيروني بيهم شغلها؟ هو انا اعرف. كان واضح من اول لحظة ان الناس مش هتقدر تتحمل الموقف ده كتير، والغضب كان في ملامح الكل. ست انت هتغاب عليكي بقى، ما تخلينيش ازقك. انت ليه يا خنيه؟ يا ام يعني ام لو ما تعرفش امي مع حضرتك على الله كده تنزل. طب خلاص تيجي معايا يا باشا. تيجي معاك فين يا بابا؟ حط نفسك مكاني يا عم. فين ايه الغلط؟ انا جاي افخور بيك. رد لخص كلام كتير وحسم الموقف بقوه. خلاص يا اوعي فضحتينا قدام الناس. معلش اوعي بقى. وفجاه بدا الانفعال يزيد مع كل الناس. عيب كده يا ابني. هزعلك. خلاص خلاص استغفر الله العظيم يا رب. خلاص ارجع كده بس. انت اديك امك تمسح كده. يا عم تمسح ايه يا عم؟ برضه بشتغل وخليها تقف في البيت. بس قول لي يا عم تطلع على الله. يا ولية انت عايز اضرب واحد في اليوم. ايه يا عم؟ انزل تحت انزل تحت. انت حاطط يا ابني بدل بتاعنا. نعم هروح اعدي يا حبيبي بدل بتاعنا مش هي بتاعتك. يلا يا عم يلا يا شريف. وانت دخل دور البيت. وانت دخل دور البيت. انفعال شديد جدا محتاج تدخل سريع. صل على النبي صل على النبي. مفيش حاجه. صل على النبي صل على النبي. ده مشهد تمثيل. ده مشهد تمثيل. انت معانا في برنامج الصلاه. هو ما ينفعش حد يعني يتكلم مع حد سن والدته بالنسبه كده، بالنسبه للموقف حتى زي ده يعني. ده اللي خلاك سخنت للدرجات يا علي؟ هو بنمد ايده عليها. استنى ايه اكتر من كده يعني؟ انا اتخنقت بصراحه. ما حدش يقبل الموقف اللي حصل. انا الشباب دلوقتي معظمهم يعني مش عارف ربنا مش عارف الدين. العقوق ده من وجهة نظرك ممكن يكون سببه ايه؟ يعني في مشكله يعني. هو عنده مشكله فوصلت يعني. على فكره دي بتبقى مش حاجه بدائيه، لا دي بتبقى حاجات كتيره متراكمه فوق بعض عملت كده. عايزك تبعتي رساله لكل شاب او حتى كل شابه بيتابعوا حالات النهارده ومش بيتعاملوا مع والدتهم او مع والدتهم كما ينبغي، تقول لهم ايه؟ كل واحد يشيل اهله فوق راسه شغلانته. كفايه ان هو بيشتغل شغلانه حلال وبيصرف عليه حلال وجنيه حلال. كفايه وجود اب وام في حياتهم اصلا.